تفضل. عزمني. ها؟ تعال خلينا نشوف ايش عنده. ها؟ مش تعرف. يا يا جرسون جرسون تعالي تعال تعال ايش طلب انت يا صديق؟ لا تفضل اطلب انت. شلون اطلب انت؟ مو انت اللي قال لنا ادخلوا مع بعض تفضلوا تفضلوا. لا تمسك عندي الكلمه لي. لا انا قلت تفضلوا يعني ندخل انا وياك سوا، ما تروح بعيد يعني في مخك وكذا. طيب هذا القرصون انت بناديه الحين قلت تعال اطلب. ابد والله انا مخلي الطلب على ذوقك. طلع منها. ايش تقول؟ لا ما قلت شيء. اقول شوفنا اكل رخيص، ها؟ ما نحب التبذير، احنا متعشين قبل كم يوم يعني ما عندنا، لو انه بواقي اكل ولا شيء. انت اكل اي حاجة؟ يا اخي ما اكل اي حاجة انت، وش دخلك انت؟ قال لك متعشين قبل 3 ايام، والحمد لله يعني بس انه حاجة بسيطة يعني. يلا يلا نروح. الحمد لله. اقول شكلك شبعت. انا ايه؟ لا ما شبعت. لا يا اخي الاكل الدسم هذا اللي قاعد ناكل الحمد لله. انت الظاهر انك شبعت. قم غسل يدينك. قم يا سعيد. سعيد اوف، انا اشهد انك طلعت من هذي شيء. لا ما قلت شيء. قم غسل يديك. انت لا توصف هدومك. يلا قم. ها يا ابن الحلال والله نمت انا. والله ما ادري ايش بلا يا ابن الحلال، اذا شبعت احس بدوخه وتعب شوي. بتروح تغسل؟ ولا عليك امر، تكفى جيب لي عود اسنان من عند الكاشير على طول. ماني بقايم انا. مين قال لك انا بقوم؟ ماني بقايم بالحلال. اي دكتور قال لي انا بعد الاكل لا تقوم تحاسب، قال يعني لا تقوم تحرك كذا وهذا بعد الاكل. والله طلع منها الذيب. ها قلت شيء؟ لا ما قلت شيء. اي الدكتور قال لي اقعد. والدكتور وليش قال لك هالكلام؟ وش المشاكل هذه؟ والله يا اخي ما ادري، بس الظاهر انه قال لي انه تصير يعني مشاكل في المعده لا مشيت بعد الاكل وكذا. شلون يعني؟ ما فهمت. ما بدري بس انها تصير مشاكل في المريء وفي المعده والطحال والبنكرياس، وتطلع على الجيوب الانفيه، وتطلع مع بين المخ يعني شغلات كذا ما لها علاقه. ما منه قال لي لا تتحرك. ما دام انها قال الدكتور هالكلام لا نلزم نسمع كلام الدكتور. ايه كنت بقوم بس خليني اريح شويه. جميل دارس الدكتور. انا اشهد انك طلعت منها. ايش قلت؟ ها؟ لا ما قلت شيء. بنقعد ايش نسوي؟
حمد وانا اخوك اذا قمت تغسل اكيد انت بتحاسب، عارفك كريم بتحاسب، الله يهديك بتحاسب، عارفك حاسب محاسب. سعد؟ نعم. اقول ترى الاكل ما في حلف، انت حلفت انك تحاسب؟ لا والله ما حلفت. اجل من اللي حلف؟ انت حلفت. قم 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 خلينا اساعدك تغسل، تقوم يلا. لا 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 روح روح انت غسل انت، انا خلني شوي عشان انت عارف زي ما قلت انت الفتنه هذه. يا اخوي اي فتنه؟ صدقت انت. قم قم بس خلنا ساعد قم يلا. لا بس ابد والله تفضل انت طال عمرك. يا اخوي لا يتفضل الله يرحم والديك، انت من اول قلت تفضل ودخلنا، الحين تفضل واطلع. لا لا تفضل يعني ندخل سوا مو بس شيء. طيب تفضل خلنا نطلع سوا يلا. يلا يلا توكل يلا 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 بسم الله يلا 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 صراحة انت انا بدي يلا يا اخوي اطلع يلا 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 خلاص يلا شد حيلك يلا 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 فيك يلا 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 ما يحتاج يلا 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 يا ابوي يلا يا حبيبي يلا تخرم ترى يلا 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 خلاص قبسنا النعال ترى يلا بس قدم انت قدم لا لا بد والله انسانك بعض اي والله انك صار ما في اعوذ بالله اسمع مسك ثوبي مسك ثوبي رح انا بجيك بجيك لا 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 تعال مسك ثوبي ذا ليشك ليشك لا لا مو بنشل مو بنشل يلا امشي 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 يلا توكلنا على الله يا وش اسمك وين عالية ابى اجيب هذا المفتاح لا ابى اجيب المفتاح يجي هو ما يا اخوي ما في احد الناس كلها هجت من المطعم يلا يلا توكلنا يلا بس خلنا نغسل اول ايه يلا غسلت؟ اي يلا 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 عشان اغسل انا بس يلا انتظر غسلت؟ اي هذا فينا تروح قبلي شوي؟ يلا هذا انا قبلك يلا انا قبلك يلا لازم تغسل مره على اساس الدهن وما الدهن منك توضى قاعد الحين خل يخلص خلنا يلا 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 بس ما بس يلا يلا عشان ما ايش هذا انت في يصرف كثير حرام عليك انت ما في خوف من الله شفت شفت قايل من اول انا اقول له يا اخي لا شوف شوف حرام سكر شوف ايش هذا انت هاي خذ معك خذ معك حرام عليك انا بجيك ايش هذا يلا يلا صار كثير والله كثير يلا يلا توكل على الله بس خلي بس ما مسع اساس يلا يلا اوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصدقني نسيت اسكر البزبوز لا 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 اي بزبوز اي بزبوز البزبوز مو بجايك الهند هنا واهانك قدام البزبوز وانا سكرت بيديني امشي والله اي امشي يا اخي قلبي مو مرتاح يا اخي ما عليك من قلبك انت امشي بس اي اثري نسيت اغسل رجلي الثانيه تكمل الحلال خلاص جايين تروش انت ولا جيت تاكل امشي يا اخي تقول تغسلها في البيت يا اخي طيب خير يا اخي انا الظاهر انا جوالي بس نسيت جوالي يا اخوي اي جوال انت اللي معك بيجر ترى ما قلت ترى الجوال انا ما معي جوال لا تفضل اي انا ناسي شيء المفتاح حق السياره المفتاح مفتاح سياره زميلي من حلال انت مو جاي مع بلوزين امشي والله امشي هات هات اقول نمشي بس ها كنا قربنا عند الكشف يعني بس الظاهر انت يا اخي امشي يا اخي امشي يا اخي لا ماشي يلا يلا كني حاسب دوخه يا ربي يا امسك نفسك امسك نفسك يلا امشي بس يلا شد هيك سلم على رجال الحساب بنسكر للصلاة راح يجيب المحفظة حسبتها اخوي حبيبي يلا خلصونا بنسكر للصلاة يا شباب يلا انت وهو ما ظل غيركم في المحل يا اخوي اصبر صدق انت راح حاسب سد هذا المحفظة ضاعت الحمد لله ما حسبت ما حسبت راح تريك ما حسبت الحين؟ يا اخي ليه ما حسبت حاسب انا اعوذك يا اخي محفظتك وينها؟ يا اخي المحفظه ما لقيتها يا سعيد بكذب عليك محمد دورت زين دور يا اخوي وش دور؟ ايش ساعدني ساعدني يا ابراهيم يا اخوي ما
انها ما ضاعت. ها وينها؟ تذكرت يا اخوي تذكرت. وينها؟ ها نسيتها في البيت. شفت الظن؟ اي اعوذ بالله. في بيتكم انتم؟ بيتنا نسيت. اللي هنا. اللي هنا. اي قريب يلا راح اجيبها عشان تحاسب وانا بحتري. يلا. ها؟ راح اجيبها؟ يلا. يلا. يروح يجيب المحترم في بيتهم بيجيبها عشان يحاسبك وانا بحتري. لا تخاف. مخلص الحساب؟ وين ازعجتها انت حسابك؟ كم حسابك هذا؟ 12 ريال. كم؟ 12 ريال. ايه ليه؟ 12 ريال. 12 ريال؟ 12 ريال يا ظالم. والله العظيم حرام عليك. تبذير هذا يا اخوي. صدق الحمد. والله العظيم لو اننا شارين خبز التميس وخاطينها على حليب مو كان احسن؟ زي العادة. قايل لك انا بس انت قلت ودي اكل وكذا من قبل كم يوم وشفتك يوم جيت هنا قلت تفضل قلت انت محاسب. حسبي الله ما نعم الوكيل. 12 ريال عزيز. 12 ريال والله كثير. تصدق انا والله ما احب المطاعم. اقسم بالله العظيم انا شفتك بس نفسك كان ودك تدخل للمطعم وقلت ما ودي اكسر بخاطرك والله. الله يسلمك والله انا بعد ما احب المطاعم. انت تحب المطاعم؟ لا والله ما احب. والله انا ما احب اجل مشينا. وين الحساب؟ صدق عاد والله العظيم انها توبه بعد هاليوم ما عاد اكل المطاعم هذه ابد ولا اني بداخل. الله يجعلني ما عاد ادخل المطاعم. وانا بعد يا رب ان شاء الله انها اخر مره يا رب ان شاء الله. صدقنا اخر مره. عاهدني يا شريف. عاهدك. عاهدني قل. عاهدك اني ما عاد ادخل المطعم مره ثانيه. وانا عاهدك اني ما عاد احاسب مره ثانيه. ما ها؟ لا لا ما عاهدك. خلصني انت وهو. يلا الحساب سددوا. والله عجزت والله العظيم ما قدرت. استعن بالله يا سعيد. قسم اني ادري الموقف اللي انت فيه بالضبط. اعرف الشعور. لكن ما عندنا حل وانا اخوك. طلع بوكك ودفع لهم الفليسات وخلنا نفتك. ماني بدافع يا شيخ والله ما ادفع. سعيد سعيد اللي يرحم والديك لا تورطنا. ترى بيجيبون الشرطه. ايش فيك انت؟ خلهم يبلغون. انا عندي السجن اهون ولا اني ادفع 12 ريال. اضر نفسي يا حمد. تبين اضر نفسي؟ والله ما ادفع. والله العظيم ما ادفع. والله ما ادفع. والله. والله. خلاص كفايه حرام عليكم. ايش البخل هذا؟ خلاص الحساب علي. يلا روحوا وريني مقفاك انت وهو. ما عاد ابغى حد هنا. ما اشوف خلقتكم مره ثانيه هنا. اخرج. الله يجزاك خير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عدت. عدت. يا ربي لك الحمد. عدت. الله يوفقك ويسر امرك وجعل ان شاء الله مثوى والده والده ووالديك ان شاء الله الجنه. لانك والله العظيم تراك سويت شيء خطير. اقسم بالله انت تدري اني لو دفعت انا الفلوس هذه ولا اخوي دفعها والله يمكن نموت. والله بس نسوي. يا الله عليك. بكره بنجي ان شاء الله نتغدى وان شاء الله ان ما ننسى المحفظه ان شاء الله. ما عاد ابغى حد هنا. ما اشوف خلقتكم مره ثانيه هنا. اخرج. أقول طلعوا منها الذئاب.